أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. انشروا القرآن بين أيديكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي أسمائك اسمك وفي اسمك الأعظم والأكبر وأسمائك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. في هذه الليلة أنتم تتوسلون بمن غفر لآدم ذنبه وأنجى إبراهيم من النار ونوح من الغرق وبمن أجار به يوسف من البئر. يا من لهم الحاجات الآن اذكروا حوائجكم، اذكروا أسراءكم، يا من ظلموا، يا من هتكت بيوتهم، أين أصحاب الحاجات؟ إلى المرضى، إلى أصحاب الأسرى، إلى الأمهات المفجوعات في أبنائهم وراء القضبان، إلى الآباء الذين ينتظرون آباءهم، إلى الأبناء الذين ينتظرون آباءهم، إلى من هتكت بيوتهم، إلى من هتكت حرمهم، إلى من ظلموا، إلى من هدمت مساجدهم، إلى الله نشكو، إلى الله نتوجه في هذه الليلة. والله أقسم بالأئمة المعصومين أن يأخذ لنا ممن يأخذ لنا بحقنا ممن ظلمنا. إلهي بحق محمد انتقم لنا ممن ظلمنا. إلهي بحق محمد اقضي على من ظلمنا. إلهي بحق محمد أرنا فيهم صنعك يا رب العالمين. إلهي ليس لنا قوة عليهم إلا أنت، ليس لنا أمرا عليهم إلا أنت، ليس لنا قوة بهم إلا أنت. فلا تخيب رجاءنا. إلى من له مريض، إلى من له حاجة، إلى من ينتظر الذرية، إلى كل صاحب حاجة يا رب العالمين. وضعوا القرائن على رؤوسكم، توجهوا إلى الله. هذا بالله الله سبحانه وتعالى أقوى الأقوياء، وقد رأيتموه في جوع الجوشن الكبير. توجهوا بالقلوب. إلهي اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن ومؤمنة مدحته فيه وبحقك عليه، فلا أحد أعرف بحقك من بك يا الله، 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 بمحمد، بمحمد، بمحمد،
بمحمد 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 بعلي 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 بفاطمة 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 بالحسن 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 بالحسين 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 بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي بعلي ابن الحسين 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 بمحمد ابن علي 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 بجعفر ابن محمد 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 بموسى ابن جعفر 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 بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن بعلي ابن موسى 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 بم
بمحمد ابن علي 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 بعلي ابن محمد 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 بالحسن بالحسن ابن علي 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 بالحسن بالحجة ابن الحسن 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 يا سيدي يا صاحب الزمان لا تنسانا من دعائك اللهم اشملنا بدعائك سيدي يا ابن رسول الله ها نحن وأنت أعلم بما فينا وما وقع علينا من الظلم فرعانا سيدي برعايتك واحفظنا بحفظك واشملنا بدعائك يا سيدي يا ابن الحسن 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 اطلبوا حوائجكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا خوفا إلا آمنته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت ويسرت يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وحد كلمتنا اللهم انصرنا على عدوك وعدونا اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم شافي كل مريض لا سيما المنظورين اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وعالجهم بعلاجك يا رب العالمين
يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من إذا أراد للشيء أن يكون أن يقول كن له فيكون. اللهم بمحمد وآل محمد شافيا من محمد بشفائك يا الله. اللهم شافي من محمد وجميل القيم وسعيد محسن، اللهم شافي بشفائك وكل مريض. اللهم من كانت له حاجة فاقضي له حاجته، ومن كان مهموما ففرج عنه، ومن طالب ذرية فارزقه يا رب العالمين. اللهم أعدنا على هذه الأيام في حال أحسن من هذا الحال، وقد رددت إلينا أحباءنا وفرجت عنا يا أرحم الراحمين. صلى على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين.